السلام عليكم. في سؤال بيقول لو عندي بلان كبير وعايز اقسمها لاربع اجزاء بحيث يكون كل جزء على شيت، هل في طريقه نستخدم كروب ريجن؟ لا، كروب ريجن صعب شويه في الشغل بتاعنا، تمام، وهنعرف ليه دلوقتي. انا عندي الكروب فيو دوت، وعايز بيبقى مثلا خاص بالفيو دوت والتاني لا، وبتلاقي مشاكل كتيره جدا. هتيجي هنا تقول له انا عايز اخفي باقي الشغل، تمام. الموضوع صعب شويه، تمام. هقول لك على طريقه لذيذه انا بستخدمها في الشغل بتاعي، وهو ان انا هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل دوبليكيت وديتيلنج، فدي هتبقى مثلا معموله 1 ل 100، الباقي ممكن تعمله بقى ايه 1 ل 50 اجزاء مقطعه، تمام. هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل از ديبندنت، يعني ده جزء منه، عايز جزء تاني از ديبندنت، جزء تالت از ديبندنت، تمام. طيب الكروب فيو، الغي الكروب فيو خالص، انا مش هعتمد عليه في الشغل بتاعي، انا هعتمد على السكوب بوكس. هعمل سكوب بوكس كده، تمام، واجي على الفيو دوت هقول له فعل السكوب بوكس. هتلاقي السكوب بوكس قدامه كلمه نان، هقول له لا خليه اعمل سكوب بوكس مثلا اللي هو رقم 4، يبقى كل الشغل هيختفي ما عدا دوت. اجي على 2 واقول له انا عايز اعمل سكوب بوكس، ماشي الضب، ماشي. طيب وهاجي هنا هقول له فعل لي السكوب دوت سكوب بوكس 5، وبعد كده هاجي في دوت هقول له فعل لي السكوب بوكس دوت. فهتلاقي العملية أريح معاك، وهتلاقي إن أنت لما تغير هنا السكيل مثلا لواحد لخمسين هتتغير في كله، والشغل بتاعك هيظهر في كله، فدي أفضل بكتير. يعني عن تجربة اللي انا بعمله دلوقتي ده بيوفر وقت كتير وبيخلي الشغل ما يتعبش كده، تمام. وسهل جدا بعد كده ان انت تفتح اي شيت وتسحب دراج اند دروب للجزئيه دي بس، تمام. يعني ممكن تقول له شيت جديد، لو شيت على بياض اهوت، وتروح ساحب وحاططهم، واول ما تيجي في اي واحد فيهم وتغير السكيل ل 50 مثلا يروح اوتوماتيك متغير فيهم كلهم، تمام. فيبقى انت عندك واحد شيت كبير لواحد لمية، وده متقسمين، فهو ده الطريق الصح لل